بص على الشوربه اللي انا مجهزها، ادي الجزر معانا والشعريه على النار. اهو 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 الشوربه دي جاهزه. عملت ايه اللي انت عملته ده يا شيف؟ ركزوا بس معايا عشان في اسرار هنا، وقلت لحضراتكم في تفاصيل كتيره في برنامج اكله امي. حلو، الشعريه متحمره، الجزر عندي متقطع كريات صغير، فانا خدت شويه شوربه من البوكيه جرنيه حطيتهم على الجزر هنا جاهزه، بمجرد الفراخ دي ما تاخد غلوه واستفيد بالشوربه بتاعت الفراخ هكمل بقيه الشوربه هنا. فانا سايبها كده على جنب بعضيهم علشان هستلف شويه شوربه من هنا اسقطهم على الجزر والشعريه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، بناخد شويه شوربه حلوين كده من الفراخ. طبعا الفراخ خلاص قربت تستوي اهي شايفينها، وعند الشوربه بتاعتي جاهزه. اللهم صل على النبي. دوري دلوقتي اغرف الفراخ واحطها في الفرن يا عم الشيف تتحمر. اه موضوع بسيط والشوربه جاهزه زي الفل. طلعت الشوربه بسرعه ازاي يا شيف مغازل؟ بص اهي اهي الشوربه اهي، ايه السرعه دي؟ اه اه تفاصيل صغيره، الجزر استوى والشعريه مستويه. بحلوين نغرفهم مع حضراتكم كده بسرعه. شوربه الشعريه بالجزر، طبيعي السفره بتاعتنا بتبدا باول حاجه شويه الشوربه. اهو جيب لي تفاصيل شوربه الشعريه بالجزر بشوربه الفراخ. اهو اهو اللهم صل على النبي. اهي زي الفل يا عم الشيف طلعت معايا. حلو، طبق الفول بتاعي، شويه الرز بالخلطه الحلوين معانا نجهزهم علشان هناخد جوز فراخ دلوقتي حلوين نحطهم في قلب الفرن يتحمروا. اه اللهم صل على النبي. اه